مسار الحيوان المنوي او السيمن من الخصية الى القضيب. دوت شكل السيمن المني اللزج السائل المنوي والحيوانات المنوية ده الاعضاء التناسلية اللي هي مسؤولة عن تكوين الحيوان المنوي من الخصية بس ديفرنس الحويصلة المنوية الى البروستاتا الى القضيب. وده المسار بتاعنا، بتبتدي الشغلانة تكوين الحيوان المنوي في الخصية. الخصية ديت مكونة من حاجة اسمها سيمينيفرس تيبيولز، عبارة ملفوفات كده بتكون المني اللي بتخزن في الإبيديدمس، لأنه بيكون غير ناضج ويقعد كام يوم في الإبيديدمس قبل ما يبتدي رحلة. القصة بتبتدي بأن الحيوان المنوي بيتكون هنا في السيمينيفرس تيبيولز ويروح على الإبيديدمس ويتخزن في الإبيديدمس لمدة كام يوم، ولما يحصل إصارة جنسية يبتدي يسافر المشوار ده كله في قناة اسمها فاست ديفرنس ويتنته ماشي لحد ما يوصل إلى الحويصلة المنوية سيمينال فيزيكل اللي هي ديت، ويخش إلى السيمينال فيزيكل ويتحد معاها ويكون حاجة اسمها قناة القصف إيجاكولوري داكت. إيجاكولوري داكت ديت بتبتدي عضلات بتاعت البروستيت وقت القصف، غدة البروستيت بتنقبض وتبتدي تقذف المني إلى الخارج. قناة القصف تبتدي تصب في الحالب، الحالب اللي جاي من المثانة إلى القضيب وماشي في القضيب، يبتدي المني يمشي في الحالب خلال القديم حتى يخرج الى الخارج. ودي الرحله كده بسرعه، خصية فاز ديفرنس حويصله منويه الغده البروستاتا الى الخارج.